اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريان في ولاد الامريكان. وانا النهارده هرد على شويه اسئله من اللي بتجيلنا على القناه. في حد بيسالني بيقول لي، بتبقى اول سؤال: مريان، ممكن تقولي اعراض حسيتي بيها لما خدتي حقنه التخسيس؟ هي عايز تاخدها وخايفه وبحاول انزل في الوزن، مش عارفه ان انا اخد الحقنه دي. قولي لي تجربتك مع الحقنه. انا عملت عليها فيديو هنا قبل كده، بس انا هقول تاني. الحقنه دي انا بتختلف من جسم لجسم. هاني ما كانش عنده اعراض خالص خالص. انا الاعراض عندي كانت حرقان. شوفي ايدي فين، نار. شوفي ايدي فين، هنا دي كانت عباره عن نار، حرقان بطريقه جامده، عايزه ارجع طول الوقت غمامام نفس، بس ما فيش ترجيع طبعا حصل. نفسك قافله، انت سامعه صوت بطنك بس مش قادره تاكلي حاجه بقك، حتى الميه ببقى صعب انك تدعيها، بتبقى مش عايزه تاخدي اي حاجه. انا كان بالنسبه لي يعني المعادله، انا تقريبا بقى لي سنه مبطلاها، مش باخدها، برجع واتخن، بس طبعا ما رجعتش الوزن. انا كنت تقريبا داخله على حاجه 80 كيلو، نزلت ال 60 كيلو زي ما يعني ما رجعت. انا كنت نازله 30 رطل، فنزلت ورجعت مثلا نقول مثلا 10 رطل، وبلعب فيهم اون اند اوف. لما بكون صيام بطلعهم، لما بكون فطار بحاول اظبط الدنيا وتظبط، لان الحقنه فرقت معايا كتير. كمان الحقنه لما من الاعراض الجانبيه ليها، لما بتاكلي كميه كتير عن الزياده بتاعتك، مش بيحصل في دايريا. هي كانت الحقنه انا ما باخدهاش مره كل اسبوع. الحقنه دلوقتي طلع عليها كلام انك تاخديها كمان مره كل 10 ايام، مش مره كل اسبوع، عشان الشورت سبلاي اللي حاصل هنا في امريكا. الحقنه انا بحسبها كده، دي معجزه التخسيس، دي معجزه تخسيس. انا واحده ما بنفعش اعمل معايا دايت، انا جربت صيام متقطع، جربت كيتو، جربت. انا واحده بحب الحلويات كتير، يعني انا حياتي كلها عباره عن شوكولاته وكاكولا او بيبسي يعني. الحمد لله مع الحقنه انا ما بجريش على السويت خالص خالص، بس انا لسه ما بطلتش الصودا يعني، فدي في المرحله القادمه. بس انا رجعت ان انا بحب القهوه قوي، يعني انا الفتره اللي انا كنت باخد فيها الحقنه معدل القهوه معايا زاد. انا ما اعرفش ده سبب ليها ولا لا، بس دي كانت الحاجه الوحيده اللي كنت يعني اشرب القهوه وافضل عليها بقى، ممكن افضل عليها. حتى البيست فريند بتوع الانتيم بييجوا في وسط النهار كده لما يعملوا لي تكست مسج: كلتي؟ طب وكلتي ايه؟ فمثلا كانوا يغصبوني ان انا اكل. انا كنت خايفه على شعري كمان من التخسيس، كنت خايفه لا يقع، لان في جروبات هنا المشتركه فيها كانوا بيقولوا ان الشعر بيقع، انك انت ما بتاكليش اكل او كده. فلا، انا ما حصلتش معايا ده، لان انا كنت فورس مسلف ان انا اكل. التريك مع الحقنه ان انت تكوني ظبطتي الدايت بتاعك، لان جسمك هياخد على الوضع ده بقى. فانت خلال الفتره اللي انت ماشيه فيها، الثلاث شهور او ست شهور اللي مكتوبه لك، حاولي انك تظبطي جسمك عليها، يعني السلطه مع الفراخ او اللحمه او السمك، ده اللي يبقى المين اكل بتاعك على طول، يعني سلطات كتيره، لان هتبقى كمان هتسهلك قوي في الدنيا وفي حكايه الحرقان. انا كان بيتكتب لي معاها حبوب الحرقان، انا اصلا عندي قرحه في المعده اون اند اوف، يعني ما في حاجه كتيره يعني لو انا مش واخده بالي بتحصل حكايه القرحه، وبيبقى يعني متعبه جدا. فانا بالنسبه لي باخد اللي هو البريسكريبشن مع يعني دواء بروشيتا اللي هو بتاع الحموضه او الحرقان او بتاع قرحه المعده، مش باخدش التامي فلو. مش التامي بيدوني حاجه تانية اقوى منها، حبه لونها موف كده، اللي انا مش فاكره اسمها، اولها حرف او، فهي دي اللي انا باخدها مع دي اوفر كاونتر، باخدها مع الحرقان يعني. بس يعني كانت بتهلب مي الات، ودي كانت الاكتر حاجه ثبتت معايا. اجسام عن اجسام بتيجي على الحقنه، طبعا ده بيختلف بقى عن لو انت عندك مقاومه انسولين زي حالاتي كده، هتجيب معاكي نتيجه جدا. وانك تمشي عليها، انا مشيت عليها 3 شهور، ما كنتش منتظمه كل اسبوع، والحمد لله يعني انا خسيت عليها وبقى لي سنه مبطلاها. بس لما بلاقي نفسي بزيد كده ممكن اخد نفسي جرعه، انا كان عندي الم باقي باخد جرعات بسيطه منه يعني. حاسه
حد بيتكلم بيقول في مساحة البيت 12000 سكوير فيت، لا ما هو انا مش قاعدة في قصر 12000 سكوير فيت ده كتير. يعني اكثر يعني من اكتر البيوت هتلاقوها مساحة هنا في امريكا 6000 سكوير فيت، يعني من 5 ل 6000 سكوير فيت، ده من اللي هي سنجل هاوس الكبيرة، يعني ده كويس قوي. حد بيقول لي سبت مصر في عز مجدها في 2009، انا سبتها ايام الله يرحمه الرئيس محمد حسني مبارك، وكان ساعتها وزير الاقتصاد كان يوسف بطرس غالي. افتكر مواقف يوسف بطرس غالي، كانت ماما بتشتغل في الضرائب العقاريه، كان مرتبها 250 سنه 2006 ساعه لما انا اتخرجت، انا اتخرجت 2006، كانت ماما بتاخد 2250 جنيه او حاجه زي كده. وانا اول ما اشتغلت في شركه لونا المستحضرات التجميل، كنت باخد 300 جنيه في الشهر، ف يعني تعيين جديد وباخد 300 جنيه، وهي كان بقى لها 25 سنه بتاخد 250 جنيه. فكنت دايما اتريق على ماما واقول لها شوفي انا باخد اكتر منك وكده، لغايه لما جه يوسف بطرس غالي مسك وزاره الماليه وعمل لهم حوافز ومكافئات وكده، فكان مرتب ماما عالي قوي. فكنت اقول لها يا ربنا يخلينا يوسف بطرس غالي اللي هي، وكنت اقول لها يصلح حال يوسف بطرس غالي عشان هي مرتبها بقى كتر. فكنت اعمل يعني فن عليها. فلما جت الثوره قامت واغلبيه الوزراء اتحكموا واتسجنوا وكده، قلت لها شفتي دعوتي هي اللي باقيه له، هو ما اتسجنش وهرب. بس مصر ايامها كانت حلوه، مصر حتى دلوقتي يعني حتى في عز الغلاء ده برضه هكون يعني الحنين لبلادنا ما فيش حد بيختلف عليه. حد قال لي على طريقه الكحك او السمنه بتاعت الكحك، هي السمنه كريسكو الصفراء، السمنه العاديه النباتي اللي بتتباع في وول مارت اسمها كريسكو، تقريبا ب 10 دولار او 9 دولار. انا مقادير الكحك بتاعتي عشان ما يعني ما انا بعمله على السخن مش على البارد، بعمله السمنه المقدوحه او المغليه، 6 كوبايات دقيق عليهم 3 كوبايات سمنه، وبغليهم جدا 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 تكون مقدوحه، وبحط مع الدقيق معلقتين سمسم، وبعمل الخميره بميه على جنب، ميه فاتره مع كوبايه خميره، معلقه خميره مع كوبايه ميه، وببس ده كله مع بعضه، وده الكحك بتاعي. لو حد شافه في التعليقات هو ده الكحك، انا ما بحطش عليه اي حاجه خالص. الملبن هنا بيبقى ناشف شويه، حاولت اعمل عجمات رقت ناشفه، حاولت احط مكسرات، فانا يعني الخلاصه معايا في الكحك بسيبه من غير اي حاجه واغرقه سكر بودره، وانا مش بيك فان مع كحك، بس المره دي انا عامله حلو. حد بيقول لي ممكن تشتري بيت في مصر وبدل ما انت قاعده في امريكا؟ لا ما ينفعش يا جماعه، انا النهارده انا مش مغترب، انا مهاجر. في فرق بين حد مهاجر، مهاجر يعني خلاص هو قرر انه يسيب مصر ويعيش في امريكا، هرجع زياره مش هرجع اقامه، فده لازم نبقى واخدين بالنا فيه. انا في ناس بتاخد الجنسيه وترجع بلدها تاني، اه ما عنديش مشكله في دول، بس انا واحده من الناس، انا مش كده، انا واحده ولادي هنا، حياتهم هنا، تعليمهم هنا، لغتهم هنا، فانا صعب ان انا اسيبهم وارجع، صعب ان اسيبهم وارجع. وكمان احنا خدنا على السيستم هنا، يعني احنا خدنا على السيستم، مهما يكون الدنيا وحشه هنا بمرها خلاص، وسبيشال وانت جاي من سن صغير زي حالاتنا كده، فهتبقى الدنيا صعبه معاك. حد بيسال على الدواليب، الدواليب الهدوم، الدواليب هنا يا جماعه البيوت هنا او الشقق، يعني الشقه بيبقى فيها، لو خدت شقه اوضه بيبقى فيها حاجه اسمها ووك ان كلوزت، يعني ووك ان كلوزت بيبقى اوضه صغيره كده معموله، ده ووك ان كلوزت لو انت واخده شقه كبيره، او بيتعمل في الاوضه نفسها دولاب بتفتحيه كده بيبقى فيه شلف والباقي كله حاجات بتتعلق. هنا ما عندهمش نظام الدواليب زي نظامنا احنا في مصر. طيب انا عايزه دولاب زي اللي عندنا في مصر، حضرتك عندك اكيا بيعمل دواليب زي بتاعه مصر بالظبط، دولاب بيبقى بتجيبيه وتركبيه بس انت لوحدك، خامه اكيا مش حلوه قوي، بس ده اللي موجود متوفر، بتجيبيه دولاب مش زي كلاس اللي انا عملته ووريت لكم عليه فيديو، بيبقى فيه شيلف كده بتحط عليه الحاجه، وبيبقى ايه الهنجر، وفي ساعات بيبقى شلفات. انا كنت جايباه كان في مره من كام سنه، كان ب 50 او 60 دولار، بس كان هيوج، فوكل كان وكيل الاوضه.
طيب انا مش عايزه اعمل كلوزت سيبريت، ان هم هنا الامريكان بيعتمدوا على نايت ستاند وعلى الدريسر كمان بيحطوا فيها الحاجه كهدوم، والكلوزت الهانجر هم بيعلقوا كل حاجه يعني. طيب في اورجنايزر بيتباع، هتلاقوا في تارجت، في اكيا، في محلات بتلاقوها بتحط في الدولاب، بتبقى سهل عليكم حاجه. طب انت عندك ووك ان كلوزت وعايزه تستفيدي بيه بالمساحه، هتروحي عند حضرتك، لا اما هتجيبي حد بتاع دواليب بيعمل لك كاستمايز للدولاب، ممكن يعمل لك ده، وده حاجه كوست شويه. او هتروحي الاكيا، ممكن يجي برده هما يرفعوا لك مقاسات وتعملي الدولاب، برده كوست قوي، حاجه اكيا كوست شويه لما بيجوا هما يعملوها لك. او حضرتك هتروحي عند اكيا برده، بتاخدي مقاسات الدولاب اللي هو ووك ان كلوزت، وهما بيعملوا لك، يقول لك حطي هنا وحطي هنا. ممكن انا عملته بصراحه، مريحني جدا، عملت الهوا السبيتا، عملت الرفوف اللي بتتحرك. انا احيي جدا، مش الشيلف، الرف اللي بيتحرك، وموجود فلوس وهم ديبو، بس هتلاقوه برضو اغلى شويه. كان في ترند طالع على التيك توك الفتره اللي فاتت، اللي هو البوك شيلف بتاع اكيا، سوري، البوك شيلف بتاع تارجت. البوك شيلف بتاع تارجت كان ب $40، انا جبته. هو عباره عن فريم، هو تقريبا مقارب لبتاع اكيا، بس بتاع اكيا غويط، تقدر تحط فيه الحاجه يعني لجوه، يعني كده، يعني ممكن مثلا اهو ده حاجه اكيا ممكن تحطي فيها لجوه، حاجه تارجت كده هاف ده. الفين ام ريكوردينج، ثانك يو. حاجه اكيا يعني يا دوبك مقاس بوك، مقاس كتاب بتاع تارجت، مقاس كتاب، لكن اكيا كبير، شال ضلفه تشيل، يعني انا بحط الضلفه كلها، الجينز كله في ضلفه واحده. ومن الحاجات الحلوه اللي انا عملتها الدولاب، يعني انا انصحك بدواليب اكيا. وممكن ترجع الحلقه اللي انا عملتها تقريبا كانت من 2022، الحلقه بتاعت الدواليب. حد بيقولي ان شكلك تعبان وخاسس، لا يا جماعه انا مش خاسه، انا بالعكس، انا زي الايام دي بعد العيد، يعني الفتره بتاعت الصيام بتبقى زياده، بحاول ارجع للقواعد سلامه واخس يعني، بس هو شكلي مجهد علشان حكايه الصحيان والنوم والكلام ده، دي صعبه. بمناسبه حكايه الصحيان عشان ده سؤال جه، اشتري العربيه ليس ولا اشتري؟ طيب اللي احنا عارفينه ان الفايده غاليه جدا الايام دي، الفايده واصله ل 7%، وان العربيه ممكن توصل الفايده عندها ل 10% لو انت جايب براند نيو او يوزد. البراند نيو بيبقى اقل شويه، لكن اليوزد بيبقى الفايده بتاعتها عاليه. عربيات هنا في امريكا مش زي مصر، مش زي لما تاخديها في اي بلد ان العربيه ثمنها بيعلى، لا هنا ثمنها بيقل اول ما بتخرج بيها من الاجانس. فانا بالنسبه لي ان انا اروح اشتري عربيه في الوقت ده انا كنت هجيب واحده في شهر 8 اللي فات ده وخلاص، وكنت وسافرت ان انا اشتريها بصراحه، يعني رحت لحد وكنت بظبط ان انا اشتريها وكده، بس رجعت حد من القريبين اللي قال لي الفايده هتبقى داخله في 10، فاستني شويه. وبيني وبينك يعني بيني وبينكم يعني انا قررت ان انا استنى. لما جت حادثه العربيه بتاعتي فكان عندي خيارين، ان انا اجر عربيه، كان تاجير العربيه اللي هو الليسنج، انت بتعملها ليسنج او رنتنج كار، لا سوري، الرنت غير الليس، الرنت انت بتاجر العربيه، فكانوا مديني اوفر ان انا اخدها في حدود $40 في اليوم. فطبعا $40 في الشهر بنتكلم في $1200 في كل شهر، انا بقيت 3 شهور يعني تقريبا 3600، يعني $4000، $4000 نحطهم في داون بيمنت في عربيه. ده كانت الفكره بتاعتي، ان انا يعني مستحمله القرف اللي انا فيه ده، عشان انا اي بلان ان انا اجيب كار بدل ما انا اعمل الحصل ده كله، ادفع عربيه، لدرجه ان انا فكرت ان انا اروح اشتري عربيه دلوقتي بجد، يعني ان الموضوع عربيه مطول، فانا قلت رايح اشتري عربيه والفايده بقى ومش الفايده، يعني هنعمل ايه؟ بس جيت قلت يعني اصبر، ده كله مصبر كمان يعني. طيب اشتري ولا اعمل ليس؟ الليس له مزاياه وله عيوبه. انا بالنسبه لي انا ما بفكرش في الليس. ليه يا جماعه؟ الليس هتاجرها 3 سنين هتدفع ثمنها، هتدفع الليس على الاقل $300 في الشهر لمده 3 سنين ممكن، وهتشتريها هتاخدها مثلا، يعني مثلا سي انك هتاخد المرسيدس بتاعت 2024، طبعا هنقول مثلا ممكن تاخدها ليس ب $500 بس ادوات، طبعا الرقم ده ممكن يكون اكتر بكتير، هتاخدها ب $500 في 3 سنين، ثمنها العربيه النهارده $45,000، فانت هتاخد قسط مثلا $500 كل شهر في الليس بتاعها.
هتيجي حضرتك بعد 3 شهور، بعد 3 سنين من ما بتخلص الانجليزي بيبقى 3 سنين، لان مثلا انا من 3 سنين، 3 سنين فاهم، انا بقول بنتكلم على 3 سنين، هيجي يعمل لك اوفر ان انت ممكن تشتري العربيه، فانت هتقول له اه ممكن اشتري لان هي عربيتك وانت اللي سايقها على طول، هتدفعها، هيقول لك مثلا ايه سي بنص ثمنها، سي بنص ثمنها يعني بنتكلم في 30، لو هي ب 45 ممكن يحطها لك ب 30,000 قول مثلا، انا بدي رقم انا ما اعرفش ممكن يحطها لك بكام. طبعا الفاليو يعني انت لو النهارده بصيت على الفاليو بتاع المرسيدس، لا الفاليو بتاع المرسيدس مثلا 3 سنين فاتت موديل مثلا 2021 هتلاقيها غالي. والمايلج اللي عليها وانت عامل كم مايلج والكلام ده وكم حادثه او كم خبطه او فيها ايه، لا هتفرق معاك. انا بالنسبه لي ان انا اشتري عربيه على 5 سنين واخلصها بدليس، ما انت هتبتدي بقى تاني بعد ال3 سنين هتخش في 5 سنين قرض تاني بفائده جديده، انت مش عارف الفائده سعرها كام، النهارده سعر وامبارح سعر وبكره سعر. لا يعني انا ندمت ان انا ما جبتش العربيه في ساعه الكورونا، يعني المفروض كنت بعد ما جبت البيت ده كنت جبت عربيه جديده، بس انا كانت عربيتي لسه جديده، يعني انا عربيتي 2016 فلسه يعني مش قديمه قوي يعني. وبصراحه انا وحشت عربيتي دولي بقى انها ترجع لي. بس فده اي بريفير ان انا اشتري ولا انا رنت ولا انا اعمل ليست، لا انا بريفير ان اشتري، ما بقى ان ايه هتدفع ثمنها غاليه رخيصه، هتدفع ثمنها مره واحده وتخلص. في حاجات اسمها اكشن، عربيات بيعملوها على الاكشن، محدش قادر يدفع، فيها خبطه مش عارف يصلحها كده يعني، بتبقى على الاوكشن. لو حد عارف يعني يعرف ان هو يعرف يخلص عربيات على الاوكشن يعني يقدر يروحوا بتوقع عربيات ايه حلوه يعني لو انت مش عايز، او ممكن تستخدم على اليوزد. طب يا مريم نستخدم ايه؟ عندكم الابس ده مش عارفه هتشوفوه ولا لا، اسمه cars.com اللي هو لونه موف ده، ده بتجيب عليه العربيات، ممكن تجيبها باسعار حلوه، تكتب الموديل اللي انت عايزه والسنه اللي انت عايزها ويجيب لك كل اللي في الحته اللي حواليك إيه العربيات الموجوده. يعني ده من الافكار اللي انا ممكن اعملها قريب، يعني انا ممكن بس مش دلوقتي يعني عشان انا مستنيه سعر الفايده، انا مش هرمي فلوس يعني 10% كتير. انا كانت العربيه بتاعتي اكتر فايده انا جبتها 2.99 يعني 9.9 دي كانت اكتر فايده جايبها على العربيه. حد عايز طريقه البيتي فور؟ طريقه البيتي فور يا جماعه هي زي الغريبه بس بتحطي بيضتين. ازاي الغريبه؟ طريقتها 4 دقيق 2 زبده 1 سكر، تاني 4 دقيق 2 زبده 1 سكر، ده البيتي فور، وتحطي معاه بيضه كامله وبياض بيضه، سوري صفار بيضه. اكتر طريقه انا بعملها ماشي عليها يعني وجايبه نتيجه معايا طريقه الشيف هناء فهمي، هي مقاديرها قريبه جدا لمقادير الحاجه هنا موجوده في امريكا. طبعا الدقيق والزبده والسكر بتبقى مختلفه عن الموجوده في مصر، فهي دي اكتر طريقه انا بمشي عليها. انا الكحك انا ماشي عليه من طريقه امي، الكحك والغريبه دول طريقه امي. الكحك انا بمشي ايه على الكحك؟ 6 دقيق 3 سمنه، 6 دقيق 3 سمنه، والسمنه انا بقول ما بقى يعني انا ما بعملوش بسمنه بلدي، انا بعمله بالكريسكو، ليه؟ لان انا مش من هواه تسليح السمنه والكلام ده، ماليش خلق. وجربتها اعملها، سيحت سمنه قبل كده وحاولت ان اعمله ما بيظبطش معايا، ما بيطلعش بحلاوه السمنه الصناعي دي. طيب الغريبه ما ينفعش برده بزبده، لازم بسمنه. فاحنا بنستخدم 4 دقيق 2 سمنه 1 سكر. اهلا بيكم في هاني ومريان. في بلاد الامريكان. اطلعي برا. هاتي بوسه. قولي هاي غالي. هاي غالي. الكاميرا فصلت فانا مش عارفه احنا وقفنا عند انهي اجابه يعني، فمعلش. حد بيسالني انت بتجيبي فسيخ منين؟ بنجيبه من المحلات العربي، عندك هبه وعندك افردات هنا في فيرجينيا بيبيعوا المحل الحاجات الفسيخ. وفي ويب سايت اسمه فسيخ الطحون، بيبقى في حد من مصر بيبعت لك الاوردر، بيجي لك هنا في ظرف كام يوم. حد من صحابي اللي هنا قال لي عليه، يعني حد من المتابعين عندي في اليوتيوب، يعني من صحابي اللي انا عرفتهم من على اليوتيوب، فبتقول لي بيعملوا اوردرات حلوه، وانا على الجروب عندهم بيعملوا حاجات حلوه يعني.
حد بيقول لي انسانه محترمه في لبسك واسلوبك، ميرسي جدا لذوقك، ربنا يخليكي، احلى حاجه انك على طبيعتك، ميرسي. انا حد بيقول لي شبه نيلي كريم. حلوه دي. انا فاهمه السياسه، لا مش قوي، بس يعني هو بحاول افهم بايه في بلد. انا خلاص تعودت، انا عايشه هنا ودي بلدي، ولازم اعرف ايه اللي بيحصل في حواليا، فلازم اعرف كل حاجه. يعني انا مثلا في حكايه المدرسه، انا النهارده عشان بوصل في التعليم انا بجرب مع الفن كل حاجه، بجرب معاه وبفهم معاه وبمشي معاه. لازم اتعلم علشان عيالنا. يعني عايز تقفل ايه يا هاني؟ احنا بنموت في درشة وحكاوي مريان. شفت انت دايما يا هاني مفارق الجامعات. هاني يا جماعه مفارق الجامعات ده هاني بقى. حد بيكلمني على المدرسه الصنف مين تبع مدرسه في المنصوره عندنا لا يعلى عليها صراحه. لا انا مش خريجه الصنف مين، انا خريجه الفرنسيسكان. انا سني ما كانش ينفع الصنف مين، بس ولاد اختي في الصنف مين. بنت اختي مولوده هنا بس هي في الصنف مين دلوقتي. سانت فامي دي يعني كانت الفرس، كان احلى ايام. يعني حد بيسالني على اخبار الانشذوذ الجنسي. الانشذوذ الجنسي يا جماعه موجود. انت النهارده بيشتغل معاك اتنين او تلاته في كل مكان، بنشوفهم احنا ماشيين. انا متكلمه مع ولادي عليهم، هم فاهمين ده كويس، هما نفسهم بيعلقوا واحنا ماشيين. ما اصل انت بتشوفهم، بتشوف الراجل اللي حاطط ميك اب، وبتشوف الست المسترجله وقص شعرها، دي حاجه موجوده. بس كفي مدارس. ممكن اسالك يا الفن، الفن قاعد هنا، ار يو تيكن اني ثينج ان سكول اباوت لايك؟ ما انا مش راضي اقولها لك، يعني انت فاهم انا بتكلم على ايه. Yeah. Is it like any subject about this? Can you be loud? She said no. No. Is he talking about any something anything like this in school? Alvin, على فكرة جماعة في 9th grade high school. Yeah, Alvin. Yeah. I'm talking. انت جاي من حواري امريكا انت. I'm interested in Facebook. طب سيبك من فيسبوك وبص لي دلوقتي. Really interesting. ما عشان كله كوره. انا بسالك في حاجه في المدرسه بتاخدوها على على ده؟ نو نو. شكرا يا الف. لو عندك نفس البيت ونفس العربيات في مصر ترجعي مصر؟ لو عندي نفس الحياه اللي انا عايشاها هنا في مصر هرجع طبعا. بس القصة معايا ان ولادي هنا. الفين يعني لو جيت قلت له تعيش في مصر هيقول لك لا. صح يا استاذ الفين؟ ثانك يو. لماذا لا تفكرين بالعمل في احدى القنوات الفضائية كمقدمة برامج؟ فاسلوبك في الكلام شيق وجزء. انا اول مرة اقرا التعليق ده. في كل الاحوال اتمنى لك التوفيق في الغربة. طب ايه ده على كتفكم يا جماعه؟ انا عايزه ابقى مذيع على فكره. انا كان حلم عمري ان انا اخش كليه الاقتصاد وعلوم سياسيه. امي كان عندها مشكله في حكايه الاقتصاد. امي كانت خرجت كليه تجاره وكانت دايما تسقط في ماده الاقتصاد. دكتور الزهار لو حد يعرف ده، دكتور الزهار في جامعه المنصوره كان ماما شايله الاقتصاد بتاعه من 4 سنين بتاعه الكليه. فانا انا خرجت كلية تجارة، بس انا ما داخلاها من علمي رياضة. انا كنت جايبة حاجة 90% يعني رقم كده يعني. فدخلت كلية علوم قسم فيزياء وطبيعة جامع جنوب الوادي، وكنت قدمت كمان في الكلية الهندسة الحربية تبع القوات المسلحة دي، بس ما فتحتش الجامعة دي، كانوا عايزين بنات وانا كنت تقريبا البنت الوحيدة اللي بتقدم هناك. وكان بتدفعي حاجة و30,000 وتقابلي مع وزير الدفاع، وكان تحدد لنا مقابلة والكلام ده. بس هما قالت لي هتروحي وتيجي في نفس اليوم. قلت لها نعم. كانت في مدينة الشروق. قلت لها هروح واجي فين في نفس اليوم؟ لا خليني قاعدة جنبك احسن. انا دخلت كلية علوم وحولت كلية تجارة. فانا كان حلم عمري ان اخش كلية اقتصاد وعلوم سياسية، بس ماما كانتش راضية تدخلني ادبي يعني. هو انا نفسي افهم يا الفين ايه اللي انت واكله ده. فالمهم يعني ان انا
كان عندنا حد بيتكلم من المدرسين بيقول ان اللي يخش كلية تجارة قسم اقتصاد ده كانه واخد خريج اقتصاد وعلوم سياسية. فانا حاولت دخلت كلية تجارة من هنا وحاولت اخش قسم اقتصاد كغلس، فامي مرضتش قالت لي خش محاسبة، فدخلت قسم ادارة اعمال. فانا كان نفسي ان انا اطلع يعني اقتصاد وعلوم سياسية مش اعلام، بس يعني لو حد عنده اي شغلانه في قناه فضائيه، بس انا متهيألي انا بتكلم بسرعه فده هيبقى فيه مشكله. حد بيقول لي والله كلامك فعلا منطقي، انا ما مليتش من قعدت الفيديو اكتر من مره، انا عايش في نيويورك من 23 سنه. اهلا بيكي، ربنا يخليك يعني لكلامك الحلو ده. خسيتي قوي مريان، عملت ايه؟ حقنه الاوزمبيك. بس هو والله انا زايده يا جماعه الايام دي، انا مش ما رجعتش يعني ما رجعتش قبل يعني، لا انا زايده، انا زايده قوي يعني. النهارده كنت طالعه على الميزان فهو كان بيثبت معايا يعني. شفت الكام بتاع طنط؟ انا ما حدش يقول طنط عشان انا لسه 130 سنه يا جماعه. حد بيقول لي الكلام عن التعليم، التعليم هنا كويس جدا يا جماعه ونظامه حلو وبرده مش سهل ان انت تحفظه، يعني مش سهل انك تمشي بدهاليزه يعني، انا بستكشفه معاكم. بس اتكلمي على الراجل اللي بيغلط في خطيبته في الشارع. لا حضرتك ده تسيبيه ترمي له دبلته في وشه وتتكلي على الله، يغلط في ايه؟ امال لما يتجوزك هيعمل ايه؟ صح يا هاني ولا ايه؟ لو الراجل غلط في خطيبته في الشارع تعمل ايه؟ انا ضد ان الراجل ما يحترمش الست اللي معاه، سواء خطيبته، مراته، امه، اخته. الست دي تتعامل كبرنسيسة لو هو بيغلط فيكي وانت لسه مخطوبة، فما بالك ما تتجوزي. انا مش عايزة اقلب على رضوى الشربيني يا جماعة. انهي كومي دي بابا؟ والله انا اصلا ما يعني شفته من ست ايام. اعمل على I haven't respond. بس انا فين في لما بفتح اليوتيوب وافضل ابص، انا بعمل حلقه واطلع اجري، بس انا بتفرج على الحلقه بتاعتي يعني بشوفها بعد ما انا بنزلها بشوفها. احنا بقى لنا يومين الجو ساقعه واحنا عندنا سنوك جامد بقى لنا يومين، ودي من اكتر السنين اللي فيها سنو السنه دي. بس يعني احنا انجوي السنو، وانا طالع عيني صندوق السنو كل يوم. كان يومين كان صعبين، امبارح كمان الكيدز ووز فيري باد سنو. هما كانوا امبارح كان قد ايه هيني المفروض ينزل هاف انش هاف انش الانش اللي نزل اكتر من كده. هو هيني بيحاول يدور على التعليقه. هاني بتضايق يا جماعه من التعليقات السلبيه اللي بتيجي على القناه؟ انا عامه ما بتفرقش معايا، لان طالما انت عرضت نفسك على السوشيال ميديا فانت معرض للانتقاد، سواء انتقاد بس مش لا ما هو قلت انا بعرف ارد عليه يا حبيبي، انا ربنا خلق لي لسان بتلف بيه ثلاث مرات. لا بص هاني، في حد ممكن يعمل كلمه حلوه. انا مثلا عندي لما اعمل فيديو يجي لي 100 تعليق، 100 تعليق مثلا طلع منهم اتنين وحشين عادي، انا هقبلها مش هرفضها، لان كل واحد بيشوف من وجهه نظره هو. احنا هنا بنتكلم بندردش، انا الهدف من هنا انا مش طالعه بديك دروس. ما في مليون يوتيوبر على الـ على الـ على الـ على الـ على اليوتيوب، بس مش هتلاقي حد يقول لك المعلومه زي انا. ده اللي انا بقوله يعني، لان انا واحده مش هلف ولا هدور ولا هتجمل ولا ولا ولا، انا هديك المعلومه لو انا عارفاها هديها على طول، انا مش هتخيل بيها. احنا هنا في القناه احنا خدميه وبندردش مع بعض وبنتكلم مع بعض وكل حاجه حلوه مع بعض بنعملها، مواقف وطرائق برضه نعملها. احنا حفن عفوا يعني، الواحد عايز يدردش، عايز يتكلم، عايز يروح ويعمل. الواحد مكتوم هنا، مش عايز يبقى انت والزمن علينا يعني، كفايه احنا ايه اللي احنا فيه يعني. بس استنونا في حلقه تانية جايه كتير من هاني ومريم في بدر امريكان. باي باي. السؤال بتاع الدواليب قلته I did it.
هو هي قاعد يعني هو جاي لي فانا ابني طلع يلعب فالصوت هيبقى عالي فانا هروح اقفل. الساعه 9 الف شعرتني وانام بقى. صح كده هني؟ استنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بدء امريكا. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.